طب صباح صباح وصباح صباح والاستاذ الاربوط ساكن فين يا حبيبي؟ هو ساكن في البيت ده؟ طب انتوا اقبضوا عليه ولا ايه؟ ايه ده؟ هو عامل عموري جايب تلفزيون جديد ولا ايه؟ و3 دي كمان. 3 دي كمان؟ ياما 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 مالك يا واد؟ في حد ضربك؟ لا ياما، ده عامل قرمودي جاب تلفزيون جديد و3 دي كمان. 3 دي؟ ألف مبروك يا حبيبتي خير، القرمودي جاب تلفزيون جديد و3 دي كمان. 3 دي؟ يا ام محمود بتزغلطي ليه؟ في حاجه؟ القرموطي جاب تلفزيون جديد و3 دي كمان. 3 دي؟ اه يا جماعه القرموطي جاب تلفزيون جديد و3 دي كمان. يعني انا كده هشوف الصوره بره التلفزيون؟ البس النضاره وانت تشوف. اللهم صل على رسول الله، نحن الآن في قلب الحدث. يا حلولي يا حلولي، اديني بقى اخش في قلب الحدث معاك. يا وليه انت اتجنيتي ولا ايه؟ ما تعصبنيش عليك على الصبح، الراجل لسه واقف. هات يابا. ألف 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 شكر على مجهودك وتعبك معانا، وشكر خاص للسياح اللي انت عملته لي في الشارع. أرمض جاب 3 دي، أرمض جاب 3 دي. ما تنساش واحد بتاع عصير على أول الناس، هتبقى أقول له برضه إن أرمض جاب 3 دي. وده شارع يتقال له إن أرمض جاب 3 دي، ده إحنا مش ناقصين عين يعني. النضارة التانية دي بتاعتي هاتها. استني يا ولية، أنت عايزة تتفرجي قبل ما أشيك على التلفزيون؟ لا يكون في حاجات قبيحة ولا حاجة. قبيحة إزاي يعني؟ مش ده تلفزيون 3 دي وبيعرض أفلام 3 دي؟ لازم أشوفه بنضارة واحدة الأول، عشان 3 دي مع 3 دي هيبقى 6 دي، وده بيتنا سمعته. ما تعصبنيش بقى. الله، روحي حضري الفطار على بال ما أقوم بدور الرقابة في البيت. ماشي. حلاوتك يا أرمط وانت بتتفرج على السري دي. ايه الحلاوة دي؟ دي النار محوطانة. ده ايه ده؟ ده كأنه بجد يا جماعة. الله الله الله، ده كأن النار محوطانة. انت معلم واحنا منك نتعلم، قرموطي يا معلم واحنا منك نتعلم. ايه ده؟ الثري دي كامل من مجاميعه، صوت وصوره وريحه كمان. الصين ما سابتش حاجه ما عملتهاش. يا ولاد الصوت كمان ثري سراوند، تحس انه جاي من وراك، حاجه عجيبه. ولا ايه؟ البيت انا كنت لحقت في الروبوت كنترول يا وليه من ورايا شكلك كده. سامح يا ابني. اهدى يا وليه، استنوا يا جماعه. يا رب تحكي لي ايه اللي حولنا؟ 0 في 3 دي؟ لا في 0 في 3 دي. هم الصف الثانيه 180 180. ايوه جاي، ايوه جاي. اهدى شويه، اهدى يا وليه، جاي. الحمد لله يا رب، الحقوا نرجع. الحقوا نرجس 3 دي ولع الشقه. الحقوا نرجس 3 دي. الو المطافي، والنبي في حريق الله يكرمك عندنا. العنوان ورقه وقلم بسرعه، ورقه وقلم. لا براحتك، لسه الحريقه باديه يعني. اه معلش يا حبيبتي على الدرولات. عين هي عين وصابتنا. عين عين. انت قلت لاختك على موضوع التلفزيون الثري دي؟ قلت لها على الطاير يعني. على الطاير؟ ما روح الشقه ولقيت على الطاير. جت سليمه يا قرموطي، والحمد لله طفينا الحريقه. وانت طفيت ام الحريقه ببلاش؟ ده انت ولعت في بلطو جدي، يعني ده حضر بيه الحرب العالميه الثالثه اللي كانت في روسيا. ده اتضرب 2 ار بي جي ما تفشخش الفشخه دي، وبعدين عايز تعمل واجب وجاي تطفي حريقه.
بطانية من عندهم. مش نظام يخرب بيت أمي اللي احتكوا في حرايق بعد كده. هو في ده التاني ولع في المنطقة ولا إيه؟ في إيه يا جدعان؟ المنطقة بتولع مننا ولا إيه يا جدعان؟ يا جماعة في حد هنا اتصل بالمطافي وقال في حريق. أيوه يا باشا أنا اللي اتصلت، بس الكلام ده يجي من ساعتين يعني كده. أمال في الحريقة يعني مش شايف حاجة؟ ما إحنا طفيناها لا مؤاخذة، إحنا هنستنى. كده بقى يبقى بلاك كاذب وإزعاج للسلطات، وهتدفع 500 جنيه غرامة فورية. ليه يا باشا؟ عشان قلت في حريقة وطلع مفيش حريقة. وإحنا كنا هنستنى لما المطافي تيجي يعني، كنا مؤاخذة يعني إيه؟ كنتوا مستنيين تاخدوا البصمات بعد الحريقة مثلا؟ كمان بتهزر؟ دي جريمة تانية. جريمة هزار مع السلطات ديت ولا إيه؟ هتدفع 500 جنيه ولا اتصل بالبوليس؟ لا واحنا يرضينا البوليس، اتصل بالبوليس، احنا ناقصين مشاكل خالص، هجيب لك ال 500. حاضر. هو هيبقى موت وخراب ديار. انا بنفذ التعليمات. بس احنا غلاب. ادفعي وبعد كده بشتكي. انا هشتكي لربنا وانا محروقه جوه وبره كده. ونعمه بالله. عشان لقوا الحريقه متطفيه يقوم ادفع 500 جنيه؟ لا انا ولع عنهم تاني علشان يطفوها براحتهم. الله بقى عشان لو سألني على الوصل أقول له الوصل ضعف الحريقة. خراطيمك وميتك واطلع طف يا باشا. حضري لي الحمام يا وليه. وده يتحضر ازاي ده؟ يعني الجملة دي اتقالت في 950,000 فيلم قبل كده، جت على أمي أنا. خديني على قد عقلي كده وخش حضري الحمام وخلاص. وإيه اللي هينزلك بدري كده؟ رايح أصلي الجمعة. الساعة 9:30. يا ولية أهل الحرم المؤمن في الجامع عشان يلموا لي فلوس عشان البيت اللي ولع مننا ده. تقبل على نفسك يتلملك في الجامع يا قرموطي؟ مش هنتناقش كتير أنا. خلصي علشان الناس دلوقتي زمانها مستنياني، وعيب أروح لهم على الخطبة كده على طول. خش حضري الحمام. ده الجامع فاضي ومنعم لسه نايم. يا منعم 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 يا منعم اصحى. في ايه يا قرموطي بس؟ في ايه؟ الشيخ حسنين لسه ما جاش. الساعة 10 لسه الصبح. ايوه ما هو قال لي تعالى لي الساعة 9 علشان موضوع الحريق بتاع البيت، وكلمهم لي فلوس كده يعني. هو ما سابلكش حاجة؟ ساب لي ظرف بس، سيبنا نام شوية. لا ما انا مش هسيبك تنام الا لما تديني الظرف. يا منعم منعم مش هخليك تنام الا لما الظرف. الظرف يا منعم. يا ساتر يا رب. امسك امسك ادي الظرف. الله يكرمك يا شيخ حسنين بحق جاه النبي واهل بيته. يا سلام. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. فيش عشرايه؟ عشرينايه؟ يدي شيلينات؟ هو ايه كان بيلملي من ايام حريق القاهره؟ ده حريق شقتها يا عم منعم. بس ماشي الحمد لله، احنا هنطلط يعني ونقل ادب. اللهم لك الحمد، ربنا يكرمك يا شيخ حسنين. نادر يا كريم. نام بقى، ده انت في الضياع. الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف سلامه. لا اطمن اطمن خالص، ان شاء الله هنتصرف. مع سلامة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. في ايه يا عم منعم؟ شيخ حسنين خطيب الجامع عيان جدا ومش هيقدر يخطب الجمعة دي. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يكرمك يا شيخ حسنين، تلاقيه تعب من لم الفكة اللي انت اديتها لي ديت. خلاص بقى الحق اصلي الجمعة في جامع تاني بقى. استنى بس يا قرموطي، ما هو مش معقول هنقفل المسجد في وجه المصلين. ومش معقولة برضه هنصلي الجمعة من غير ما يبقى في خطبة جمعة يا منعم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. في حاجة يا رجالة؟ لا الشيخ حسنين تعبان ومش عارفين مين اللي هيخطب. أنت معانا من المنطقة ولا عابر سليم؟ يا إخوانا الموضوع أبسط من كده بكتير، أي واحد فينا يخطب. يعني إيه يا منعم أي واحد مننا يخطب؟ هو أي كلام ولا إيه؟ دي مسؤولية يا جماعة. بقول لك إيه، أنا هلحق الجمعة في أي جامع تاني. يا إخوانا بعد إذنكم، أنا صاحب العمارة اللي فيها الجامع دي، من حقي أنا اللي أخطب الجمعة. يعني انت عشان صاحب العماره يعني تقوم بقى يعني تخطب؟ ما مش عارف اجيبها لك ازاي يعني. ينفع الكلام ده يعني؟ انا قديم هنا في المسجد يا قرموطي، وكل خطب الجمعه انا حافظها. وبرضه مش بالحفظ يا منعم، ما انا من وانا صغير في الكتاب حافظ القران، عمري ما جه في دماغي ان انا اخطب في يوم الجمعه. مش كده هي برضه يعني؟ اصلنا عقبال عندك يا اختي، رايحين المصيف انا وسيحاسب، ورايحين مرسى مطروح. مرسى مطروح؟ تروحوا وترجعوا بالسلامه.
بس مش واجب استاذن القرموطي في الشنطه ليكون محتاجها ولا حاجه، اصل هو عايز ياخدني ويوديني راس شيطان. راس شيطان؟ راس شيطان ايه يا اختي وراس عفريت؟ ايه ده انتوا من ساعه ما اتجوزتوا الا ما شفتكوا رحتوا ولا جيتوا؟ مين قال لك بقى؟ بياخدني يا اختي يوديني اماكن واي فاي مش الاماكن اللوكال بتاعتكم. يا اختي بلا واي فاي بلا هاي فاي، اسمعي بس الكلام وقومي البسي، ده العيال بصي بيموتوا فيك هيفرحوا قوي، ده روحهم في خالاتهم. لا القرموطي بينزلني في فنادق 7 نجوم. الحمد لله، الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وقدره تقديرا، وأصلي وأسلم على خير البرية نبي الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يا بنتي يلا ما قمتيش ليه؟ عشان ما عشمش نفسي يا اختي بمطروح ويجي القرموطي يقول لي يلا بينا على سهل حشيش. يا اختي بلا حشيش بلا بانج، قومي عشمي نفسك براحتك. احنا اول ما سي القرموطي يجي نقعد نزن عليه، انت من يمه وانا وسي حسب والعيال من يمه الثانيه، وزن زن زن زن. نحن في زمن الفتن والبدع، كل شيء في حياتنا اصبح بدعه، فالانترنت بدعه، الموبايلات بدعه. واللي معاك ده مش موبايل؟ قديش بدعه؟ عيد الأم حرام، عيد الحب بدعة. الراجل ده مش عايزنا نفرح ولا ايه؟ ما تقطعش الخطيب عشان تاخد ثواب الصلاة. ده خطيب مؤقت لحد ما يرجع الشيخ حسنين. ده دراع مؤقت برضه ولا ايه؟ وحد الله يا قرموطي، وحد الله يا جماعة. لا 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 لا، اللي حصل النهارده ده ما يتسكتش عليه خالص يا عم حسن. ده في خطبة واحدة طلعنا كلنا رايحين النار، ويقول لك التليفون بدعة. أمال ده إيه لا مؤاخذة؟ سافون ايه يا منعم في ايه؟ منعم ده ايه؟ اسم الشيخ منعم. شهادة حق يا جماعة، هو غلطان، بس انت برضه غلطان يا قرموطي. غلطان في ايه يا حاج حسن فهمني؟ انك انت اتكلمت ساعة الخطبة وانت عارف ان ده غلط. فتح الله عليك يا حاج حسن. لا بس انا غلطتي مش زي غلطتك يا منعم، عشان كنت انت واقف في وسطنا زي الملاك، معرفش ليه اول ما طلعت المنبر اتقلبت وبقيت واحد تاني. انت الجدال معاك مضيعه للوقت. طب ما تضيعش وقتك معانا واتكل على الله. يلا يلا يلا، الله يخليك. ده اللي حصل ده ما حصلش من ساعه الاسلام ما دخل مصر يا راجل. خناقه في الدوامع ينفع كده؟ استهدى بالله بقى يا قرموطي. الله، الحكايه اولا واخيرا ظرف طارئ ومش هيتكرر، يعني اكيد الخطيب الاولاني هيرجع يلا واقف هتتصرف وتبعت حد بداله. ما هو السكوت على الحاجات ديت خطر يا حاج حسن. من عنده ممكن يفكر نفسه ان هو بقى شيخ وفجاه نلاقي له بقى مريدين، وده خطر على الشباب. يعني قول لي واحد شاب صغير زي ده ثلاثي الابعاد لو سمع خطبه من الخطبه ده قول لي يعمل ايه؟ ده مش بعيد بعد خطبتين يقلب 2D. شفت بقى؟ اهو انت كنت هتنسيني المفاجاه اللي كنت عايز اقول لك عليها. حذر فذر بقى، مين اللي جاي النهارده؟ الاستاذ لطفي ابو شناق. ايه اللي هجيب لطفي ابو شناق هنا؟ اكيد مش هو. طب استنى ما تقولش، استنى والله لازم اجيبها لك. يا ترى مين اللي جاي لك؟ وحياه ميدو ما تنطق. اديك قلتها، ميدو ابني جاي النهارده. ميدو؟ ميدو جاي النهارده؟ يا ده انا بقالي سنه ما شفتوش، وحشني قوي ابن الكلب. يا اخي احترم نفسك، ده هيبقى باشمهندس قد الدنيا. يا اخي من فرحتي بيه بشتمه، ده انا هموت واشوفه ابن الجزمه. بس بقى بطل شتيمه واحترم نفسك. واد وحشني بس يا حسن، في ايه؟ ما فيهاش حاجه. قول لي هيوصل الساعه كام؟ هيجي على الساعه 7 كده بس. عارف قرموطي الواد من ساعه ما كلمني في التليفون وانا مش مطمن كده، حاسس ان في حاجه متغيره. لا ان شاء الله ما فيش حاجه، تلاقي بس تعب السفر ولا حاجه. اول ما يجي تتصل بيا على طول عشان عايز اعملها له مفاجاه ابن ابن العسل. يعني انا اتحشت مريعه. ده مين يا حاج قرموطي؟ امك افتكرتك شيشه. قوم انا من هنا، قوم اتكل على الله امشي. ايه قفا طار اللي قاعد في وسطينا ده؟ ايوه خلصت صلاه؟ لا الخطيب مخرجنا كده ربع ساعه نطمن على اهالينا وبعدين نرجع نكمل الخطبه. ازغدك يعني؟ قرا ايه يا قرموطي؟ يعني لا في زيك يا زوزه، ولا عامله ايه يا زوزو، ولا نورتش يا اوزو؟ ده على اساس انك ما كنتش هنا امبارح ولا اول اول ولا اول 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 اول. يوه في ايه يا قرموطي؟ اختي وبتزارني. في فرق بين الزياره والاقامه، دي مقيمه عندنا. ده انا خلاص قربت اطلع لها الجرين كارت بتاع الشقه. ايه ده؟ ايه ده؟ انا ازاي ما خدتش بالي اثناء دخولي من الشقه؟ ايه اللي خرج الشنطه دي من هنا؟ كالعاده يعني، وكل سنه بيتزنقوا في الشنطه عشان يروحوا المصيف ومش شعبطين فيا ياخدوني معاهم، وانا بصراحه ربنا هروح بقى. ياخدوك انت والشنطه في ان واحد؟
يعني ياخدوا مني اكتر حاجتين مالين عليا البيت. يا مسافر وناسي هواك ريداك والنبي ريداك. ازيك يا اربط؟ تشرب عشاي؟ يخرب بيت اهلك يا عسبو، انت ايه اللي خلاك تلعب في الايباز بتاعي؟ ايباز؟ بيقولك ايباز اسمه ايباد. عبيد اهلك لو جيت جنبه تاني. انت مش عارف ان كل شغلي عليه خرايطي وشغلي وطرقاتي؟ الجي جي بس بتاعي هنا كله. جي جي بس؟ بيقولك جي جي بس اسمه جي بي اس. ربيت ام اللي علمك انجليزي، انا نفسي اشوف الشهاده بتاعتك انا عشان انت جاهل جهل. اسمه جي جي بس. الراجل اللي اخترعها كان عنده قطه اسمها جي جي، جايه تلعب في الجهاز قال لها بس، من ساعتها سموه جي جي بس. جوجل بقى وابحث وسيرش علشان انت ما تقعدش تقرا. اللي ايه جي جي بس اللي بتتكلموا عليه من الصبح ده؟ يا وليه ده برنامج انا منزله عليه خرايط العالم من اكبر قاره لاصغر حاره في مصر. تكتبي المكان اللي انت رايحاه وتعملي كده سيرش، يروح هو موجهك بقى يمين شمال كده. زي الكلب البلدي لما يشمموا قطر المجرم ويطلقوه عليه، يفضل وراه وراه ما يسيبهوش الا لما يجيبوا من ديل بنطلونه. طب افهمها ازاي ولا اقول لا؟ ولا افهمك انت ازاي؟ انا مش عارف اتوائم مع الترابيزه دي كلها بصراحه. انا مش مفهمك يا وليه قبل كده هو اللي هنعيده نزيده؟ انا مش فاهمه. احسن، امال انا اتجوزتك ليه؟ ما تبطلوا بقى اللي انتوا عمال تتكلموا فيه من الصبح ده. يلا يا جدعان عايزين كلنا نروح المصيف مع بعضينا. انا ضميري ما يسمحش اصيف والبلد في الظروف دي. مالها البلد؟ اقرا لها انت حسب عشان دي ما بتفهمش. اقرا اول تويته للبرادعي. البرادعي حزين عليك يا مصر. عايزه البرادعي يبقى حزين على مصر وانا اطلع اصيف انا وانتي؟ طب والسنه اللي قبلها؟ اقرا لها التويته اللي قبلها بتاعت بنك مون. بنك مون ابدي قلقي على مصر. عايزه بنك مون اللي هو لا من ملتنا ولا من ديننا ولا من بلدنا قلقان على مصر وانا وانت نطلع نصيف. طب والسنه اللي قبلها؟ فر يا عم الحاج. امريكا تبدي قلقها على ما يحدث في سوريا. يبقى امريكا قلقانه على سوريا وانا وانت نطلع نصيف؟ امال احنا هنصيف امتى؟ لما امريكا تسيب المنطقه. البطاقة دي بتاعتك؟ إن شاء الله. وإيه اللي مغير شكلك كده؟ حضرتك أنا طلعتها قبل ما التزم. تلتزم؟ طب يا ريت يا أخي تبقى ملتزم من جوه كمان زي ما أنت ملتزم من بره. ده تحقيق بقى ولا إيه؟ لو عايز تحقيق ما عنديش أي مشكلة. اركب البوكس. لا بوكس إيه يا باشا؟ مش بوكس ولا حاجة، هو بس الأمر وما فيه إن الولد بس اتوتر من كتر الأسئلة. أنا بعتذر بالنيابة عنه. إحنا طبعًا مقدرين المسؤولية اللي على كتافكم. كان الله في العون يا باشا. انا هسيبك عشان الراجل ابو وش سمح ده بس. اتفضل. الله يكرمك يا ابني. كم مره كلمتك على حكايه الضبط النفسي دي يا محمد يا ابني؟ ده مستقصدني بس لمجرد ان مربي دقني وانت بتقول له يا باشا. يا محمد يا ابني لازم تتعلم ازاي تطاطي للريح لغايه ما تعدي. لو قعدنا نتخانق مع كل واحد هيعلق على لبسنا ولا دقننا مش هنخلص من الخناقات في القاهره. انا اصلا ما كنتش عاوز ارجع القاهره، مدينة كلها معاصي وذنوب. بس فيها والديك. انت عارف يا محمد يعني ايه والديك؟ يعني ممكن تكلمهم وتاخد منهم مبلغ مالي ندعم بيه الاخوة المجاهدين. ايوه مش عارف، معرفش ليه قلبي مقبوض المرة دي من الزيارة. ان شاء الله خير. هات شنطتك ويلا. هات شنطتك يلا. افتح الباب. يلا يا ارموطي انزل يا ارموطي عشان هنفتش العربيه. الله الله، بتخبط على العربيه ليه كده يا عم عبد البر؟ في ايه وبعدين في الليله السودة ديت في ايه يا عم عبد البر؟ ما انا بقالي 3 سنين داخل طالع من المديريه، فجاه يعني شكلي بقى ارهابي ولا ايه؟ مش قادر افهمك انا بصراحه. ما تزعلش يا ارموطي، في اوامر علينا بالتفتيش لاي حد. اوامر ايه؟ مش فاهم. وايه التفتيش يا عم؟ بالراحه يابا بالراحه، ده شاي وسكر، الحاجات دي ممكن تتدلق. مش معقوله يعني كده يا عم عبد البر؟ مش انا اللي اتفتش، مش ارمط اللي يتفتش يعني. معلش، في اوامر مش سايب مدير الامن الجديد بالتفتيش الدقيق. مفيش حاجه يا فندم. مفيش حاجه. يلا بقى حاجة. طب ما انا عارف ان مفيش، هخليهم يطلعوا تاني البضاعه بقى. لا انت اللي هتطلعها وتمشي. مين ده اللي يطلع؟ اوعى تقول الكلمه دي بعد كده. مش ارمط اللي يحمل بضاعه. انا معايا رخصه دوليه، انت اتجننت ولا ايه؟ ده انا عدي برخصتي من بوابه اسكندريه.
انت اتجننت قلت ولا ايه؟ قرموطي اوعى تقول لي انا اللي حمل العربيه. قرموطي انا مش تبع يا عبد البر. قرموطي سواقه مع رخصه دوليه. اسمع الكلام. ما يتقالوش حمل. صل على النبي يا ابني. قرمط من الصغير في المنطقه. يا ابني ما تركبش دماغك. قرمط من الصغير في المنطقه. عيب تمشي. يا ابني عيب يا ابني. انا مش تبعها. يا ابني اسمع الكلام. قرمط من الصغير. لا اسمع الكلام يا ولا. وانت سبت الكليه من امتى بقى ان شاء الله؟ من سنه.